الإنسان. في سفر العبرانيين الأصحاح 11 هناك تفسير لهذه القصة يقول أن هابيل من خلال تقديمته قدم شهادة أنه رجل بار، فكما ترى أن الله مهتم أكثر بالإنسان مما يهتم بالتقدمة. والقصة هي كالتالي: قايين هو إنسان غير مقبول، وأنا لا أظن أننا أخبرنا لماذا لم يكن مقبولا، ولكنه كان كذلك، وبالطبع علم الله ذلك. أما هابيل فكان مقبولا. والآن الرجل غير المقبول والرجل المقبول يأتيان بتقدمة لله، والله يرفض تقدمة الرجل غير المقبول، فيصبح هذا الأخير غاضبا ومحبطا. مرة أخرى يداهمنا الوقت، ولكني أود أن أطلب منكم أن تقرأوا هذه القصة المألوفة عن قايين وهابيل. حاولوا أن تجدوا تطبيقات في هذه القصة ممكن أن تساعد الذين يعيشون في الغضب والإحباط. وإذ تقرؤون هذه القصة اسألوا أنفسكم: ماذا تقول القصة؟ ماذا تعني؟ وماذا تعني لي شخصيا؟ إن كان لديكم غضبا أو إحباطا أو الاثنين معا، حاولوا أن تجدوا ما يساعدكم في هذه القصة على التغلب على غضبكم وإحباطكم. وفي نهاية وقتنا مع بعض، لو جواك أي تساؤلات تقدر تتواصل معنا من خلال تليفون